حتى الأسبوع الماضي أكو منظمات، أكو مثلا منظمات، حتى منظمات يعني غير عراقية فتحت باب المجال من شافت هيك يعني خدمات والإجراءات بشفافية، يعني خدمة خاصة باللحوم الأضاحي. نعم. يعني 13,000 وجبة من اللحوم الأضاحي، كل وجبة 3 كيلوات، إنهم منحوها للمستفيدين، الحماية الاجتماعية، ويعني وطنون أخرى ستدخل العراق. وكانت تسهيلات من مكتب رئيس الوزراء إنه تصل لبعض المحتاجين، فوزعنا الوجبة الأولى والثانية في كل نعم 3 كيلوات لكل لحم غنم. فإن شاء الله هي كل هاي مبادرات خاصة بعض الأسر الفقيرة، لأنه فعلا هي تحس بها وتحتاجها، وفعلا الأمور شلون يقول طيبة. جيد مستفيد الحماية الاجتماعية.